دلوقتي هنشوف الإفكت بتاع البوردر مولدنج بالكومباوند على ريتنشن وزاوت امبريشن. دي حالة تقريبا ريدج فلات زي ما احنا شايفين. هنشوف دلوقتي الإفكت بتاع الريتنشن ازاي، ان البريفر سيل والفيزيكال مينز اوف ريتنشن كان ريتين الدنشر وزاوت امبريشن لسه، يعني بريفر سيل لوحده والدور بتاعه في الامبريشن بتاع الكومبليت دنشر. كده احنا تقريبا خلصنا المولدنج بروسيدجرز. هنشوف شايفين نعمل ويزدرول بكل قوه، مفيش اي، طبعا ده كومبليتلي دنشرس بيشنت زي ما انتم شايفين، وبنحاول ان احنا نشد. لازم هضطر اكسر السيل من فوق عشان اهو شايفين الصوت بتاع الاسكيب اوف اير اندر او بنيس السبيشال تراي بتاعي، شايفين السكشن، هو ده وات وي سيرش فور، بروبر بوست دامينج، بروبر بريفرال سيل ان كومبليتلي دنشرس بيشنت. لازم هكسر السيل اهو، سامعين صوت السكشن، صوت ما شاء الله جميل جدا.